حكم التهنئة لغير المسلمين في الكريسماس. يعني تهنئة غير المسلمين في أمور الدنيا جائزة وفي أمور الدين محرمة. يعني عندك جار أو صديق أو زميل عمل كافر تزوج، لا مانع أن تهنئه، رزق بمولود لا مانع أن تهنئه، بنى بيتا لا مانع أن تهنئه، جت علاوة لا مانع أن تهنئه، لكن لا تهنئه على الدين ودينه منحرف، تهنئه على الدين لا يجوز. فإذا كانت الأعياد هذه أعياد دينية فلا يجوز لك أن تهنئه بهذه الأعياد، مثل الكريسماس ورأس السنة هذه أعياد دينية عنده، وإن كان هو يقول لك لا ليس لا دينية، فتهنئتك له إقرار بأن هذا عيد وبأن هذا حق، فهذا لا يجوز أن تهنئه به. تهنئه بأمور الدنيا نعم، لكن لا تهنئه على كفره، تقول له هنيئا لك الكفر، كأنك ترضى بهذا الكفر والعياذ بالله، فلا تهنئه على كفره، لكن تهنئه بأمور الدنيا، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى.